خلال وانت قلت لي بدأنا نتابع الاولاد الصغيرين مواليد 2003 من خلال دوري قطاع الناشئين او على مستوى الجمهوريه، ده من الاجزاء المهمه اللي انت بتشوفها في الولد لازم تكون موجوده، ولا انت بتقول انا هختاره وبعدين اعلمه دوت؟ عندك وقت انك تعلم؟ بص يا كابتن، يعني عندي وقت. عندك ليه؟ وقت. طبعا. ليه؟ اقول لحضرتك ليه. انا دلوقتي لما باجي اختار، طبعا مهم جدا، جزء مهم جدا ان انا يكون الحارس بيلعب برجله، بس المهم بالنسبه لي دلوقتي اختار الحارس ان الفنياته عاليه. ده مهم جدا بالنسبه لي. وما يجي لي في التدريب، طبعا الوقت مش طويل جدا لان انا بشتغل منتخب اسبوع 10 ايام يعني مش اكتر، فبتضطر لحضرتك انك لازم تعلمه حاجه اللي هي فاقدها في النادي. وانا طبعا اما اختار حارس مرمى لازم اتكلم مع المدرب بتاعه، اقول له شغله في الحته دي، شغله في الحته الفلانيه، وطبعا ده ما بفرضوش عليه، انما انت بتساعده كمان. بساعده عشان يبقى احنا العامل مشترك بيننا وبينه يعني. فطبعا ده شيء رائع ان انا، بس اهم حاجه في الاختيار لان ولد صغير 17 سنه في تغيرات فسيولوجيه كتير طبعا. جدا اصعب في سن ده. اصعب سن أصعب جدا سن. ولازم تعرف ازاي تتعامل مع الولد في السن ده يعني. فمهم. بس على فكره يا كابتن هاني برضو بقول لحضرتك ان الموضوع دوت بالنسبه للاولاد دلوقتي في السن ده غير زمان ما احنا كنا موجودين، النت والكلام ده كله والفرجه يعني اكبر مننا يا كابتن حقيقه، فبيتعلموا بسرعه، بيتعلموا فعلا بسرعه. حته اصغر منك بيوم دي يعرف عنك بكتير قوي. بالظبط كده. ما بقاش المثل بتاع زمان. لا 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 ما كانش موجود دلوقتي. الولد بيتفرج على تير شتيجن، وبيتفرج على مانويل نوير، وبيتفرج على حراس مرمى الكبار، فبيتعلم منهم. ده شيء رائع. ويتابعوا الكره العالميه النهارده اكتر من الفرق النهارده. ما بيتفرجوش ممكن على الدوري المصري، يتفرجوا على الفرق الاوروبيه يعني. فهم بيتعلموا كويس يعني. انا اعتقد ان انا مش هتاخد مشكله عندك، مش هتاخد وقت يعني. زمان كان بتاخد وقت اكبر شويه. اكبر كتير دلوقتي. لا هو تقول له تعمل كذا، شوف الحارس ده عملها ازاي، اعمل زي. وساعات بيقلده يعني. ساعات كتير يبقى مشكله ان هو بيقلده بالظبط، فتبقى مشكله. فانا شايف ان شاء الله هتبقى الموضوع سهل، وان شاء الله يبقى خير يعني. ان شاء الله يعني.